جاي هي شخصية لعبة فيديو ظهرت لأول مرة في سلسلة فاينال فايت قبل ظهورها كشخصية قابلة للعب في سلسلة ستريت فايتر. مقاتل أمريكي أصل ياباني وقد تم تدريبه على شكل خاص من نينجوتسو. شخص هادئ ومحافظ بعقل حاد وروح نبيلة وإحساس قوي بالعدالة. محارب نينجا انفرادي تقريبا، نادرا ما يظهر وجهه القاتم أي انفعال، إلا أنه أصيب بصدمة عرضية عندما رأى المصير الذي حل بكودي. يكره التدخل في حياة الآخرين، ويعتقد أن كل شيء يجب تركه كما هو، فقط يقاتل عندما يرى ذلك ضروريا. إنه محمي بشدة من حلفائه، كما يتضح من تفاعلاته مع روز حيث ويحثها على عدم التضحية بنفسها لهزيمة بايسون كما ينقذ ماكي من الأخير. ولد جاي في مكان ما في الولايات المتحدة لأم وأب يابانيين، ربما في إحدى مناطق مترو سيتي، حيث انتقل إلى هناك خلال مرحلة ما من حياته. كان طائشا في اليابان في شبابه، حتى التقى بالمعلم زيكو، الذي أخذته كطالب. معا، أحيايا أسرار مدرسة المحارب الروحية لفنون النينجا. في سلسلة فاينال فايت تختطف جيسكا صديقة كودي وابنة هاجر عمدة المدينة من طرف عصابة ماد جير للضغط عليه وتنقذ من طرف كودي وجاي بعد قتالهم لرولينتو. بعدها سافر جاي إلى اليابان لمزيد من التدريب. قامت ماد جير بضرب واختطاف خطيبته وطالب آخر. تعاون هاجر مع ماكي أخت رينا وكارلوس المبارز من أمريكا الجنوبية لإنقاذهما. يكتب إليهم جاي ويشكر الجميع، موضحا أنه سيعود قريبا. تظهر عصابة منشقة عن ماد جير تحمل اسم سكول كروس وتقوم بتفجير قنبلة وإثارة الشغب في وسط مترو سيتي لتحرير زعيمهم بلاك من السجن. ينضم إلى ضابطة الشرطة لوسيا ومقاتلة الشارع الغامضة دين. جاي وهاجر يقاتلون للقضاء على العصابة الجديدة. لاحقا يكتشف وجود هو نسخة من زعيم عصابة ماد جير السابق بيلجر، ويهزمه لأنه يصاب بمرض غير معروف بسبب عضة قاسية من بيلجر نفسه. سيعود إلى اليابان من أجل تركيز وقته في مكافحة المرض، وكان عليه القيام بتأمل مكثف من أجل السيطرة عليه. يعتقد أن هذه النهاية غير شائعة بسبب حالته الصحية المثالية أفي أحداث ستريت فايتر ألفا 3. يحارب جاي بايسون مستشعرا الشرافي. بعد أن ربح جاي يترك بايسون مهزوما على الأرض. بينما لا يزال على الأرض، يقول لنفسه أنا يوما ما سيدفع جاي الثمن. ينشئ مطور اللعبة لاحقا تنافسا بين جاي وريو، اللذين يكونان كرؤساء فرعيين لبعضهم البعض. يواصل جاي تدريباته، التي تقترب الآن من الاكتمال، وفي نهاية المطاف يعترف به معلمه زيكو كخليفة محتمل يستحق هذا الفن. ومع ذلك، لا يمكن أن يكون هناك سوى معلم واحد في كل مرة. يكشف زيكو أنه يجب عليه الآن القتال لتحديد من الذي سيكون المعلم القادم. يقبل جاي القتال ويهزم زيكو ليصبح الوريث 39 لفن بوشينريو. يحذره زيكو من قوة شريرة تهدد بإفساد العالم قبل أن يختفي. يقرر جاي أن يهزم الشر الذي حذره سلفه منه. في مرحلة ما قبل معركته مع زيكو، واجه جاي روز، التي أبلغته بوجود فراغ في ذهنه. عندما يدعي جاي أنه لا يوجد شيء في ذهنه، فإن روز تدعوه بالقوي لكن بالغبي. في النهائية يحاربها ويهزمها قبل مواجهة بايسون. كانت روز مصممة على تدمير زعيم شادالو، بايسون. يحاول جاي أن يثنيها عن سعيها في محاولة لحمايتها، لكنها تستمر بغض النظر. بينما يواصل جاي بحثه عن شادالو، يواجه كودي. يلتقي لاحقا بكودي الذي كان مقاتل الشوارع لا يهدأ، لم يتمكن من التكيف مع حياة السلام. لقد أصبح حرسا لا يرحم، وكثيرا ما كان مسجونا بسبب هيجانه العنيف، وهو الآن هارب محكوم عليه. يدرك جاي أن قتال كودي ضد الجريمة لم يكن مدفوعا تماما بالعدالة، ولكن في الغالب كان حبا للقتال الذي تحول إلى إدمان. يتعارك ثم يهدئان. يقبل جاي صداقته وينصحه أن يعيش حياته الخاصة. عندها يسأل جاي ما إذا كان كودي سيبقى في مترو سيتي، أجاب أنه لا يزال يسافر مدركا أنه في أعماقه،
لا يزال كودي شخصاً جيداً. إسأي أن فرع من شادالو تهدد المدينة. يقرر جاي إنقاذ المدينة مرة أخرى، وسرعان ما سيواجه كودي الذي هرب مرة أخرى من السجن. بعد هزيمة الأعداء يستمر كودي في طريقه، قائلاً لجاي: الناس يتغيرون همزة، لقد تغيرت، لقد تغير. يلتقي بإيبوكي كما يهاجم فألف نون جيم في قصة شخصية رشيد. يعتبر جاي أحد جهات اتصاله في وسائل التواصل الاجتماعي. يبدو أنه بدأ مدونة حيث يقوم بتدريس تقنيات النينجا.